أشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 81 بعد 200. نتناول آيات من سورة مريم، وذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى مريم أنها لا تحزن إذا وضعت عيسى، ولما وضعته وهي الطاهرة البتول التي وهبتها أمها لخدمة المسجد أخذت يعني تبكي وهي حزينة، فأنطق الله وليدها، أنطق الله وليدها، ماذا قال لها؟ يقول عيسى ابن مريم وهو طفل رضيع: فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. واتفقنا على أن هذه إشارة للعمل. من هذه التي تستطيع أن تهز نخلة وهي في المخاض، واحدة تولد فيها نفس تهز نخلة؟ لكن ربنا عاوزنا نعمل، عاوزنا نتحرك، عاوزنا الست وهي قبل ما تولد كل يوم بتمشي ساعة، كل يوم تمشي ساعة. ليه؟ علشان عضلات الرجلين وعضلات البطن تبقى قوية وجاهزة للولادة الطبيعية. لكن هي نايمة وتقوم من النوم تنام تاني وتاخد مسكنات وعايزة ولادة بدون ألم وعايزة فتح سريع عشان تخلص الجنين وتخلص، طب الرحم هيلتئم ازاي؟ فقولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فطبعا السيدة مريم جاءت بطفلها زي ما ربنا بيقول، فأتت به قومها تحمله، ففتاة عفيفة طاهرة جاءت تحمل طفل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ايه ده اللي انت عملتيه ده يا اخت هارون؟ وهارون هذا كان رجل تقي. يا اخت هارون في التقوى، ما كان ابوك امرأ سوء، ما علمنا عن والدك انه كان زانيا او فاحشا حتى تكوني مثله، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية وما كانت امك تعمل في الزنا، من اين هذا؟ فاشارت اليه، طبعا هي نظرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، نكلمه إزاي؟ فأنطقه الله عز وجل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طفل رضيع. طبعا عيسى بن مريم نطق وهو في المهد، كلم كلمتين ثم صمت ولم ينطق مرة أخرى، وعاش طفولة عادية جدا جدا زي أي طفل، ما بينطقش ولا بيتكلم لغاية ما بلغ بقى مبلغ الشباب، ثم اختاره الله للبعث. يبقى هو ما كانش بيتكلم وهو في المهد ليل نهار ليل نهار والناس كلها تخش يكلمها، لا لا لا، هو اتكلم كلمتين وسكت. فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اتكلم مرة واحدة، مش كل واحد كل شيء يقول له قول لي تاني كده انت قلت ايه، قول لي تاني انت كده قلت، هي مرة واحدة. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ولذلك لما سئل النبي محمد يعني هل يعني خلد أحد آخر قبلك، لا، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني عيسى توفاه الله ثم رفعه. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طب عيسى ابن مريم هينزل في آخر الزمن؟ ينزل. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هي دي حكاية عيسى ابن مريم، لم تزن أمة، ولولا القرآن، لولا القرآن لألصقت تهمة الزنا بمريم إلى يوم القيامة، لأن اليهود اتهموا السيدة مريم، السيدة مريم الطاهرة العفيفة اتهموها بالزنا، ولولا القرآن ما برئت. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ربنا ما بيخلفش، يعني الإله العظيم قيوم السماوات والأرض، الإله العظيم اللي السماوات والأرض كلها يعني بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل الملك ده يجيب نملة من الأرض يتزوجها؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طب ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى مريم
تنجب عيسى بغير أب كما خلق آدم بغير أم ولا أب، مش كده ولا إيه؟ ولذلك ربنا بيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى حكى لنا الحكاية الحقيقية، لا بد أن تصدق رواية القرآن، ولقد جاء القرآن ليصحح لنا يعني أكاذيب كثيرة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، شوفهم كده يوم جولنا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يحكي الله لنا سبحانه وتعالى في سورة مريم مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم يتحسروا على الأكاذيب اللي بيطلعوها. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ننتهي من حكاية مريم في سورة مريم وننتقل إلى إبراهيم. يقول تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف الحوار الراقي بين إبراهيم وأبيه، حوار راقي. إبراهيم ده كان بينه وبين أبيه حوار، وبينه وبين ابنه حوار. شوف ربنا بيقوله إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حوار إبراهيم لأبيه رغم أن أباه كان يعبد الأصنام، إلا أنه كان يحاوره بأدب. اليوم تجد بعض الشباب يعني ممن يطلقون على أنفسهم ثوار أو غيره، يجي يكلم أبوه بعنف، أنتوا رجعيين، أنتوا فشلة، أنتوا كذا، عنف. شوف الحوار اللي الراقي. إذ قال لأبيه، شوف سيدنا إبراهيم، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني ده نموذج للحوار. الله سبحانه وتعالى رزق الابن علم لم يرزقه للأب، وممكن قوي قوي الاثنين يبقوا أنبياء والابن يعرف حاجة ما فهمهاش الأب، زي حكاية داود وسليمان، وربنا بيقول ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. حوار راقي بين الأباء والأبناء. يا أبت لا تعبد الشيطان. ممكن تلاقي أب من الأباء اليومين دول بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات، ممكن تلاقي أب بيسهر على أشياء فاضية، ممكن تلاقي أب له مخ كده غريب شوية. هل يا ترى الابن بيقاومه بعنف؟ كلما كان الابن حكيما في توجيه أبيه، لأنه هذا صراع كل بيت، الآن هذا صراع كل بيت. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عندك حجة؟ عندك دليل مفحم؟ عندك قوة في الإقناع؟ ولا هو علو صوت؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعدين أبوه بيقول له يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي، أنت مش عاجبك الآلهة بتاعتنا؟ مش عاجبك النظم اللي احنا عايشين عليها؟ مش عاجبك هو ده؟ أنت مش عاجبك النظام بتاعنا؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. إذا ما زي واحد كده يقول لابنه لو ما بعدتش عن اللي أنت فيه ده هبلغ عنك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ما قالوش أنت هتقتلني أنا هقتلك. الأب بيقول لابنه هقتلك، لكن الابن الراقي المؤدب اللي ربنا رباه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. أنا اختلفت مع والدي في موضوع، اختلفت معاه في نظام، اختلفت معاه في فكر، اختلفت معاه، قال لي حقتلك، أقول له حقتلك؟ يعني أبويا يجيب سكينة وأنا أجيب له سكينة؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وانت مش عاجبك اللي بيعملوه ده، ومش عاجبك اللي بيعملوه الكبار، ومش عاجبك الفكر الفاسد اللي ضيعنا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله اعتزل. مش عاجبك حفلات الاغاني، مش عاجبك مش اعتزل، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقي. ان شاء الله انتظرونا في العشرة صباحا والعشرة مساء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان.